الكرامة عنوان مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام الذي انطلقت فعالياته في 19 من الشهر الجاري، حيث أوقدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب شعلة المهرجان معلنة انطلاقته حتى 28 من الشهر الحالي. وتضم فعالياته باقة منوعة من الأمسيات الغنائية والموسيقية والمسرحيات والفنون الفولكلورية والدبكات الشعبية تؤديها فرق عربية وعالمية مشهورة، فضلاً عن إقامة معارض للصناعات التقليدية الأردنية. وأجمع المتحدثون في حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والمهتمين وجموع كبيرة من الأردنيين والزوار على أن جرش، وهي تستقبل مهرجانها لهذا العام، إنما تؤكد على أنها المدينة الخالدة الشامخة بمسارحها وأعمدتها ومساجدها وكنائسها. اليوم هذه مش رسالة جديدة، هذه رسالة احنا مستمرين في بثها دائما، رسالة المحبة والأخوة والسلام. طبعا مهرجان زي مهرجان جرش هو فرصة كتير كبيرة كمان انه نبعث هذه الرسائل للعالم، نورجي العالم مرة تانية الوجه الحضاري، نورجي العالم محبتنا لبعض، محبتنا للعالم ومحبتنا لضيوفنا اللي بيجوا بزورونا. فيعني بالتأكيد الفعاليات الفنية والثقافية يمكن هي افضل مجال انه نبث رسائل محبه وخير للعالم. المملكه فاتحه ابوابها للجميع، والسياحه معالي وزيره السياحه يعني اجادت واصابت عندما قالت انه اولا اعداد السياح في ازدياد، اخواننا من العرب من الخليج بالذات اتوا، اخواننا من فلسطين اللي اليوم في الكنيسه الاسرائيلي ارادوا ان يغتصبوا هذا الحق. لا، احنا بنقول لهم لأهل فلسطين تعالوا ونبادلكم الثقافة ونجذرها فيكم ونفتح أبوابنا لكم دائما وأبدا. فهنالك من عرب فلسطين، ونصر على عرب فلسطين قادمون إلينا، هنالك المجموعات السياحية الأجنبية على المسرح الشمالي راح يكون في فعاليات عالمية أنا أعتقد أنها تجذب السياح. تم توزيع البروشورات في كل الفنادق وعلى وكلاء السياحة والسفر.